أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم وفي أبرز عناوينها: الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز وتحقيق معايير الأمن الغذائي تتصدر أعمال مؤتمر القيمة المحلية المضافة. الاتحاد الأوروبي يوافق على إعادة توطين 40,000 طالب لجوء على مدار عامين. لليوم الثاني على التوالي قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتتسبب في أضرار بمرافقه. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته من خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بالصحة ولشعب بلاده الصديق بطراد التقدم والرقي. كما بعث جلالته حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أليخاندرو مالدونادو رئيس جمهورية غواتيمالا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب التهاني والتمنيات لفخامته بالصحة ولشعب بلاده بالتقدم والنماء. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس سوليس رئيس جمهورية كوستاريكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته خالص التهاني وأصدق التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق. كما بعث جلالته حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته بالصحة والسعادة ولشعب بلاده بالتقدم والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سلفادور سانشيز كيرين رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمنت تهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته بالصحة والسعادة ولشعب بلاده الصديق باطراد التقدم والازدهار. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن استحالة رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الأحد، وعليه يكون اليوم الاثنين الموافق 14 من سبتمبر لعام 2015 اليوم المتمم لشهر ذي القعدة، وسيكون يوم غد الثلاثاء الموافق 15 من سبتمبر لعام 2015 هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1436 هجرية. وقالت الوزارة في بيان لها إنه بناء على ذلك سيكون يوم عرفة التاسع من ذي الحجة لعام 1436 هجريا إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر سبتمبر لعام 2015 ميلاديا، وسيكون يوم الخميس 10 من ذي الحجة لعام 1436 هجريا الموافق 24 من سبتمبر لعام 2015 ميلاديا أول أيام عيد الأضحى المبارك. وبهذه المناسبة يسر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن ترفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أسماء آيات التهاني والتبريكات، وأن يعيد عليه هذه المناسبة أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهو ينعم بثوب الصحة والعزة والعافية، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى أيام الحج أيام خير وبركة لعمان والأمة الإسلامية جمعاء، وكل عام والجميع بخير.
الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز وتحقيق معايير الأمن الغذائي تتصدر مناقشات مؤتمر القيمة المحلية المضافة في نسخته الأولى، إلى جانب الاستدامة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. رعى حفل الافتتاح الذي أقيم بغرفة تجارة وصناعة عمان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية. القيمة المحلية تعرف بأنها إجمالي الإنفاق الذي تحتفظ به الدولة ويفيد في تطوير الأعمال، بما يساهم في تنمية قدرة الإنسان والوصول إلى تحفيز الإنتاج. من أجل ذلك وتعزيزا لجهود السلطنة الحثيثة بتسريع عجلة التنوع الاقتصادي في البلاد، يأتي مؤتمر القيمة المحلية المضافة استثمارا لطاقات الكوادر العمانية، خاصة وأنها تتماشى مع الخطط الخمسية المتتالية ورؤية عمان 2020. ستشرع الدولة في الخطة الخمسية الحالية خلال فترة بسيطة، وبالتالي هذه الرؤى والتوصيات ستكون لنا يعني مؤشر على الأولويات التي يوليها رواد الأعمال وأبنائنا من الشباب والشابات، وبالتالي نحاول أن نضيف لبيئة استثمارية جاذبة. الإنتاجية كمصدر توليد للقيمة المحلية المضافة في قطاعي النفط والغاز وتعزيز معايير الأمن الغذائي والاستدامة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى التوقعات والخبرات الدولية، محاور يبحثها مؤتمر القيمة المحلية المضافة هذا العام. نحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الأمن الغذائي، ولكن أيضا العكس وارد ومطلوب أيضا. فبدون وجود المقومات الأساسية للأمن الغذائي ومن بينها الإنتاج، لا يمكننا أيضا النمو بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالإنتاج الغذائي. المؤتمر الذي يبنى على المبادرات والمشروعات القائمة يهدف إلى إقامة برنامج سنوي غايته دفع وتحفيز جميع شركات القطاع الخاص لبذل كل جهودها الممكنة من أجل تحقيق أهداف رؤية السلطنة لمبادرة القيمة المحلية المضافة، بغية إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب العماني. برنامج المؤتمر الذي يأخذ زمام المبادرة نحو المساهمة في زيادة الوعي حافل بالعديد من الجلسات التفاعلية من قبل متحدثين محليين ودوليين، إلى جانب استضافة عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة على المستوى العالمي. بوصفها مساهما رئيسيا في حقل التنوع الاقتصادي، يطرح هذا المؤتمر إطار عمل محددا لدفع مبادرة القيمة المحلية المضافة من خلال شركات القطاع الخاص للعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات القطاع العام. أحمد بن عبد الله الندابي، غرفة تجارة وصناعة عمان، مسقط. وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على إعادة توطين 40,000 طالب لجوء على مدار العامين المقبلين. كما توقع مراقبون تأجيل وزراء الداخلية الأوروبيين قرارهم بشأن توزيع اللاجئين للاجتماع الدوري الذي سيعقد الشهر المقبل. لا يزال الانقسام سيد الموقف بين الدول الأوروبية حول الاستراتيجية الأوروبية للهجرة واللجوء التي قدمتها المفوضية الأوروبية، والتي تدعو لتقاسم 160 ألف طالب لجوء على أساس حصص إلزامية. وبين الأصوات المعارضة والمؤيدة للفكرة تبقى الأوضاع الإنسانية الصعبة للاجئين تفرض على الاتحاد الأوروبي أخذ موقف سريع وحازم. قدرتنا على مواجهة الوضع ناجعة وناجحة من شركائنا الدوليين مع الدول الأصلية للمهاجرين ودول الانتقال. نحن نتصرف بثقة ومسؤولية، ورسالة اليوم لوزراء الداخلية: أتمنى من جميع الأعضاء تحمل مسؤولياتهم وتضامنهم كما هو الحال في سياستنا الخارجية الأوروبية. الوزراء ناقشوا إمكانية إقامة مكاتب أوروبية في اليونان وإيطاليا يتم فيها استقبال اللاجئين ومن ثم توزيعهم حسب إمكانيات الدول وليس كما هو متبع الآن. المفوضية الأوروبية جددت كذلك دعواتها للمجتمعين بالتصرف بمسؤولية وإثبات التزامهم بأوروبا، مؤكدة استمرارها العمل على إقناع الدول الأعضاء بالموافقة على نظام الحصص.
أعتقدون أن هذا المقترح لن يحل المشكلة. لقد انتقلت الآن المشكلة من اليونان إلى ألمانيا، والآن يجب علينا مساعدة ألمانيا لإيجاد حل لأزمة اللاجئين. من الممكن أن ينجح هذا الحل على المدى القصير، لكنه ليس بحل نهائي، ويجب علينا إيجاد حل للسيطرة على الأزمة. وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر للبدء في المرحلة الثانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بتمكين السفن والطائرات العسكرية الأوروبية المتواجدة في المياه الدولية ضمن إطار هذه العملية قبالة السواحل الليبية، باعتراض ومصادرة وتدمير قوارب المهربين بعد إنقاذ المهاجرين الذين على متنها. العملية الأوروبية تبدأ العمل حال الحصول على موافقة ليبية وأممية معا. اجتماعات بروكسل توصلت للحد الأدنى من الاتفاق حول الاستراتيجية الأوروبية للهجرة ببدء المرحلة الثانية في محاربة المهربين والسماح باستخدام القوة، مع تأجيل قرار توزيع حصص اللاجئين على الدول الأوروبية للقمة الأوروبية المقبلة. من مجلس الوزراء الأوروبي، نور الهدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان، بروكسل. وفي زيارة مفاجئة لبيروت، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتقديم بلاده أكثر من 90 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع التعليم للتلاميذ اللبنانيين واللاجئين السوريين لثلاث سنوات مقبلة. وبحث كاميرون مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أوضاع 1.5 مليون من اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم لبنان، مشيدا بالبيئة التي وفرتها الحكومة اللبنانية للاجئين. كما قام رئيس الوزراء البريطاني بزيارة إلى مخيم للاجئين السوريين بسهل البقاع، والتقى بعائلات سورية من المقرر أن تمنح حق اللجوء لبريطانيا. من جهته، ربط رئيس الوزراء اللبناني بين إيجاد حل لأزمة اللاجئين السوريين في العالم بالتوصل لحل سياسي للأزمة السورية. إننا نعتقد أن مشكلة النزوح التي وصلت اليوم إلى قلب أوروبا هي ظاهرة لن تتوقف عن التمدد إلا بالتوصل إلى حل سياسي يوقف الحرب في سوريا. في غضون ذلك، اتخذت السلطات الألمانية إجراءات رقابية وأمنية على حدودها لكبح تدفق اللاجئين. من جانبها، قالت النمسا إنها سوف ترسل قوات من الجيش على حدودها مع المجر للمساعدة في مراقبة دخول اللاجئين لأراضيها. تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا والنمسا أرغم سلطات البلدين على اتخاذ إجراءات عاجلة لمراقبة تدفق اللاجئين إليهما. السلطات الألمانية بررت قرار فرض الرقابة على حدودها بعدم قدرتها على استيعاب المزيد من المهاجرين الذين يصلون إليها، والمقدر عددهم بنحو 500 لاجئ في الساعة الواحدة. وتسببت الإجراءات الألمانية في ترك مئات اللاجئين عالقين في محطة قطارات بفيينا بعد رحلة سفر طويلة من المجر عبر اليونان ومقدونيا وصربيا. النمسا بدورها عملت بذات الإجراءات، فقد قال مسؤول نمساوي أن بلاده ستعزز الرقابة الحدودية بإرسال قوات من الجيش لمساعدة أجهزة الشرطة في التعامل مع تدفق المهاجرين إليها. أما المجر التي تعتبر بوابة مفتوحة على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، تعتزم هي الأخرى كبح التدفق القياسي للمهاجرين إليها من خلال تطبيق قوانين أكثر صرامة، بالإضافة إلى نشر قوات عسكرية على الحدود. وعلى الجانب الآخر من الحدود، في مخيم روزكي، وصف الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر أزمة اللاجئين بالكارثة الإنسانية. الأوضاع التي يمر بها اللاجئون يمكن أن نصفها بالكارثة الإنسانية. المهاجرون يتعرضون لظروف قاسية، لذا وجب على دول الاتحاد الأوروبي التحرك لإيجاد حلول سريعة وعاجلة. الاتحاد الأوروبي من جهته وافق على استخدام القوة ضد مهربي المهاجرين من خلال القيام بعمليات بحرية في البحر المتوسط مكونة من 4 سفن حربية تجوب المياه الدولية من خلال مصادرة سفنهم ومراكبهم التي يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المهاجرين.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي، وتسببت في إحداث أضرار في المسجد وسقوط عشرات الإصابات في صفوف المصلين الفلسطينيين. وبحسب شهود عيان، فقد ألقت قوات الاحتلال عشرات القنابل الغازية المسيلة للدموع في باحة المسجد وأطلقت العيارات المطاطية. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الحرم القدسي مرتين أمس وسمحت لمستوطنين بالدخول إلى باحاته. في الأثناء طالبت الخارجية الفلسطينية مجددا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد المسجد الأقصى. وفي اليمن، واصل طيران التحالف العربي قصفه على عدة مناطق أبرزها قاعدة الدلم الجوية ومعسكر الصيانة شمال صنعاء. وذكرت مصادر إعلامية أن 8 من الحوثيين قتلوا في غارات جوية شنتها طائرات التحالف بمحافظة جوا، أسفرت عن تدمير مدرعتين. محافظة البيضاء هي الأخرى، شهدت حوالي 5 غارات للتحالف استهدفت معسكرا ومواقع اللواء 26 بمديرية السوادية التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات الرئيس السابق. كما قتل أكثر من 25 من الحوثيين بعد اشتباكات برية مع عناصر المقاومة الشعبية والجيش اليمني في محافظة تعز. قتل 12 شخصا بينهم 8 سائحين مكسيكيين عن طريق الخطأ خلال قيام قوات مشتركة بين الجيش والشرطة بملاحقة مسلحين في الصحراء الغربية بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية المصرية. وأضافت أن 8 سائحين مكسيكيين آخرين أصيبوا في الحادث الذي قتل فيه أيضا 4 مصريين من معاون السائحين وأصيب 2. وأوضح حتى الوزارة أنه تم تشكيل فريق عمل لفحص أسباب وملابسات الحادث ومبررات تواجد الفوج السياحي بتلك المنطقة المحظورة. ذكرت وكالة الأرصاد اليابانية أن بركان جبل آسو الواقع في جزيرة كيوشو جنوب اليابان ثار اليوم مطلقا عمودا من الدخان الأسود والرماد لمسافة كيلومترين دون أن يوقع أضرارا في المنطقة. وقامت السلطات اليابانية على الفور بإجلاء مجموعة من السائحين كانوا موجودين قرب الجبل، مؤكدين أن ثورة البركان وقعت دون سابق إنذار، الأمر الذي دفع السلطات إلى إخلاء المنطقة من السكان ورفعت مستوى التأهب إلى المستوى الثالث على المقياس المكون من 5 درجات محذرة من الاقتراب من البركان. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد قليل. قرية إيقاء جمال وطابع تقليدي للطبيعة يمتزجان فيها بولاية الرستاق. بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وبناء اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، تعلن اللجنة المنظمة لجائزة ريادة الأعمال 2015 عن فتح باب التسجيل في مختلف فئات الجائزة للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في الفترة بين 6 سبتمبر والثامن من أكتوبر 2015، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.theaward.om. جائزة ريادة الأعمال، بناء قدرات ونمو. الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز وتحقيق معايير الأمن الغذائي تتصدر أعمال مؤتمر القيمة المحلية المضافة. الاتحاد الأوروبي يوافق على إعادة توطين 40,000 طالب لجوء على مدار عامين. لليوم الثاني على التوالي، قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتتسبب في أضرار بمرافقه.
في محطته الخامسة بمحافظة الداخلية ناقش ملتقى الشورى مجموعة من المواضيع المتعلقة بتفعيل المشاركة الانتخابية لانتخابات الفترة القادمة لمجلس الشورى. اللقاء الذي شهد حضورا واسعا من أفراد المجتمع تناول مواضيع متعددة واستعرض الأطر القانونية لمجلس الشورى وأهمية أن يعي الناخب دوره في اختيار العضو الأفضل. محطة جديدة من محطات ملتقى الشورى، وهذه المرة محافظة الداخلية، حيث اللقاء حمل بين مضامينه حزمة من رسائل التوعية التي ركزت على أهمية المشاركة في انتخابات المرحلة القادمة، مشاركة تمكن المواطن من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها السلطنة. نوعي الأفراد المجتمع على أهمية الانتخاب، مش بس أنت روح انتخب، لا، أنت مين المفروض تنتخب وكيف تنتخب؟ هذه أشياء أساسية وبسيطة قد نكون غفلناها في بعض الوقت، لأن احنا توقعنا أن المجتمع بنفسه راغب أنه يتعلم، لكن مع اللي حصل خلال السنوات الماضية صار الوقت ملزم لنا أن احنا نثقف هذا المجتمع يعني نعمل له نعطيه معلومات وبيانات كيف ممكن ينتخب، كيف ممكن يسعى في العملية الانتخابية، ايش أهمية العملية الانتخابية؟ ان انت لما تيجي تشارك في العملية الانتخابية مكسب لك شخصيا ومكسب للوطن ايضا. ثلاثة محاور أساسية تضمنها اللقاء الذي تحدث خلاله متخصصون تناولوا بالتفصيل الأدوار والمسؤولية الملقاة على عاتق عضو مجلس الشورى لتتضح الصورة أكثر أمام الناخبين لاختيار العضو المناسب. الملتقى هي خطوة حقيقة عظيمة لتعريف العضو وأيضا تعريف المواطن وتعريف بشكل عام الموجود على أرض السلطنة، أن الشورى لها أهمية كبيرة جدا ومساهمة فعالة في تطوير البلد وأيضا تطوير الخدمات بشكل عام. مترشح لمجلس الشورى أن يكون ذا خبرة ذا ثقافة عالية ويكون ملم بالأشياء أو متطلبات المجتمع في هذا الزمان، وبخصوص مشاركة المرأة لابد، يعني أنا أحس أن المرأة هي عنصر مشارك وفعال في خدمة هذا الوطن. أهمية المشاركة الانتخابية ومشاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في مسيرة البناء الوطني وتحقيق طموحاتها للوصول إلى قبة مجلس الشورى من المواضيع ذات الأهمية التي تناولها اللقاء. مشاركة المرأة المفروض يعني لها دور كبير ودور فعال، ويجب يعني مساندها من قبل المجتمع كونها هي شريكة للرجل. ومسك الختام كان مع المناقشات والحوارات البناءة التي ينظر إليها كرسالة من الرسائل التي تكرس لثقافة مجتمعية تتحقق معها المشاركة الفاعلة في انتخابات المرحلة القادمة. ويواصل ملتقى الشورى جولاته في مختلف محافظات السلطنة، وستكون محافظة شمال الباطنة وتحديدا في ولاية صحار هي المحطة القادمة للملتقى. سعيد بن ذيب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية نزوة. في ظل التوسع العمراني في السلطنة واحتياجات البنية التحتية والنقل والتصنيع والنفط والغاز لأدوات الإطفاء والسلامة ونظم الإنذار، انطلق معرض عمان للأمن والسلامة والحرائق. يشارك في المعرض أكثر من 85 مؤسسة محلية ودولية تعرض منتجات ذات تكلفة غير مرتفعة وتقنيات حديثة في مجالات الإطفاء والسلامة. رعى انطلاق المعرض صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد. مجيء مؤسسات دولية متخصصة في مجالات الإطفاء ونظم الإنذار للمشاركة في معرض عمان للأمن والسلامة والحرائق لم يأتي من فراغ، بل جاء لعرض تجربتها ومنتجاتها وآخر ما توصل إليه العلم في مجالات البنية التحتية والنقل والتصنيع والنفط والغاز وقطاعات المرافق العامة. في استقطاب كبير، لأنه في نمو كبير في البنية الأساسية في الدولة، احتياجات المباني، احتياجات الأفراد، الشركات والمؤسسات في قطاع الأمن والسلامة والحرائق. أدوات السلامة
تنوع بالإطفاء وأجهزة قياس الضغط وحتى كاميرات المراقبة وغيرها عرضت لتكون بين أيدي طالبي الخدمة. الشركة متخصصة في أنظمة الإطفاء والسلامة ونظم الإنذار. عندنا منتجات جديدة موجودة في السوق ذو تقنيات عالية، نحاول بقدر الإمكان أنه نوفق ما بين الإطفاء والسلامة والأمن في نفس الوقت. حقيقة نحن نسوق نظام الإنذار وعندنا صمامات حريق ونقدم رغوة الحريق وبودرة الحريق وعندنا وحدة إنتاج لأبواب مضادة للحريق أيضا في المصفاة الصناعية. نحو 85 مؤسسة محلية ودولية متخصصة في مجالات الأمن والحرائق وضعت في عين الاعتبار عرض آخر أنواع المنتجات في ظل النمو والتطور المتسارعين في كل القطاعات الحيوية بلا استثناء. هذا النظام الذي خلفي يمكن تطبيقه على الطرقات الرئيسية، الأمر الذي يسهل مراقبة المخالفين ويعمل على تسهيل عملية تخطيط الحوادث ومعرفة أماكن تركز الزحام. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. في عامها 25 على التوالي تواصل مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في غرس القيم بأهمية حفظ القرآن الكريم في نفوس الناشئة بمحافظة الظاهرة. لجنة التصفيات الأولية تستكمل إجراءات التقييم الأولية للمتقدمين من مختلف المستويات من أبناء المحافظة. التقرير التالي يسلط الضوء على نشاطات اللجنة المنظمة للمسابقة. 273 مشاركا ومشاركة من أبناء ولايات محافظة الظاهرة تشرفوا للتنافس في التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها 25 لهذا العام. شاركت في هذه المسابقة للسنة الأولى في المستوى والخام. إن شاء الله أدى الأجزاء المطلوبة مني وسمعها للجنة المطلوب. أشارك في مستوى حفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم. تلقيت تشجيع ودعم من العديد من جهات، أول شيء من المدرسة، من معلماتي، مشرف التحفيظ القرآن الكريم. أيضا لا أنسى أهلي الذين دعموني وشجعوني على المشاركة وأبي الذي يتابعني في الحفظ. وأيضا كما أنه للتأكد من حفظي أدخل اللي هي في مدرسة أمجاد ضنك لحفظ القرآن الكريم للتزود من علم التجويد ومواصلة حفظي للقرآن الكريم. يتم تقييم المتسابقين في 6 مستويات مختلفة تركز في مجملها على حفظ وتلاوة القرآن الكريم ومعرفة علومه وتطبيق أحكامه. الجديد في ذلك فقط قضية التحكيم الإلكتروني، وهذا التحكيم طبعا يعني كما تقول سهل للمتسابق وأيضا للجنة التقييم. كما تشهد مسابقة سلطان قابوس للقرآن الكريم في كل عام زيادة في عدد المشاركين نتيجة تشجيعهم بضرورة تلاوة وحفظ كتاب الله عز وجل وإيجاد مقرئين مجيدين للقرآن الكريم متقنين لتلاوته. مسابقة سنوية للقرآن الكريم تجمع أبناء وبنات عمان لحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل والانطلاق بهم للمشاركة في المسابقات القرآنية الدولية. خليفة بن محمد الشماخي، ولاية عبري، محافظة الظاهرة. وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل علي بن محمد صاعر. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا لكما لجينا ويعقوب، وتتابعونا في الموجز الاقتصادي. تعزيزا لقطاع الفندقة، توقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل فندق دوس الثماني في بالمول مسقط.
أهلا بكم إلى التفاصيل. مناقشة خطط التعمين وفق السياسات الوطنية والتخطيط الأمثل للموارد البشرية أبرز ما تناولته حلقة العمل التي نظمتها وزارة القوى العاملة والمتواصلة على مدى يومين، حيث أكدت الحلقة ضرورة توطيد وترسيخ قنوات التواصل بين سوق العمل ومختلف الأطراف في المجتمع، كما تطرقت إلى مفهوم الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان القطاعية. معايير العمل الدولية حول الحوار الاجتماعي وكيفية تعزيز دور مردود اللجان القطاعية بالسلطنة ونتائج بحث منظمة العمل الدولية حول اللجان القطاعية. أبرز جلسات حلقة العمل حول تطوير دور اللجان القطاعية من منظور الحوار الاجتماعي التي تنظمها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. الحوار الاجتماعي لابد أن تكتمل أركانه من خلال تواجد ممثلين الحكومة وتواجد ممثلين القطاع الخاص وتواجد ممثلين الاتحاد أو العمال بصورة عامة، حتى يوصلوا إلى حوار وسياسات ونظم من أجل رفع نسب التعمين، وأيضا من أجل إكساب مهارات محددة أو مهارات لكي للعمانيين. الحلقة تناقش أيضا مفهوم الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان القطاعية والتخطيط الأمثل للموارد البشرية في إطار العمل على السياسات الوطنية وخطط التعمين للوصول إلى آلية اتخاذ القرارات والإطار القانوني والتنظيمي لتلك اللجان. السلطنة قطعت يعني أخذت خطوات كبيرة في يعني لهدف يعني وضع يعني إطار لتحقيق أهداف العمل اللائق، وخاصة يعني تأسيس آليات الحوار الاجتماعي، وهذه الآليات التي تسمح للحكومة والشركاء الاجتماعيين لنقاش مواضيع يعني وخطط لتحسين بصفة أحسن يعني شروط العمل اللائق في السلطنة. نقترح أن تركز هذه الاجتماعات واللجان وتدرس هذه التحديات، لأن التحديات اللي هي موجودة كيف تدريب العاملين في المجال التخصصية، هناك تخصصات مثل قطاع الصحة هو صعوبة فيها، حتى الآن لا توجد نسب معينة للتشغيل لأن هناك لا يوجد كادر مناسب أو مؤهل للعمل هذا. الحلقة تأتي انطلاقا من الدور المهم الذي تشكله اللجان القطاعية في تنمية وتطوير سوق العمل وبمشاركة واسعة وتعاون بين أطراف الإنتاج في السلطنة لتوطيد وترسيخ قنوات التواصل بين تلك الأطراف وتقوية وتعزيز الحوار الاجتماعي في المنشآت بالسلطنة. أكثر من 232 نقابة عمالية قائمة حاليا تتفاعل بشكل إيجابي مع مشاكل العاملين في القطاع الخاص، هذا ما أكده نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. إحصائية النقابات طبعا هناك في توسع مستمر من حيث العدد، تنامي النقابات أصبح ملحوظ الآن، العدد وصل ما يقارب إلى 232 نقابة عمالية قائمة، وهناك المزيد قيد التشكيل وقيد التحضير إن شاء الله. والنقابات طبعا لها دور بارز الآن في مسألة الحوار الاجتماعي، وأيضا لها دور بارز في مسألة الشراكة التي تهم القطاع الخاص من حيث القطاع اللجان القطاعية التي بدأت الآن تتفاعل مع القطاع الخاص وهموم القطاع الخاص، وهناك أعضاء داخل تلك اللجان بمختلف قطاعاتها. جهود ترويجية قامت بها السلطنة ممثلة في وزارة السياحة بالدول المصدرة للسياح قد تؤتي ثمارها مع بداية شهر أكتوبر لهذا العام. ولتعزيز القطاع الفندقي وقعت مجموعة تماني العالمية ومجموعة الجرواني على اتفاقية مع مجموعة دوست الدولية للضيافة لإدارة وتشغيل فندق دوست تماني في بالمول مسقط بالمعبيلة. مع استعداد السلطنة لاستقبال موسم السياحة الشتوية، حيث تتوافد أعداد السياح للاستمتاع بالأجواء الشتوية معتدلة الحرارة، أظهرت الإحصائيات الحديثة الصادرة عن وزارة السياحة ارتفاع عدد الفنادق إلى أكثر من 300 فندق من فئة الخمس والأربع نجوم متوزعة على مختلف محافظات السلطنة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السياح.
الطيران العماني بدأت الرحلة من سنغافورة، ففي رحلات تنسيقية بين سنغافورة وأستراليا قربها لقارة أستراليا، فإن شاء الله بدينا نستقطب عدد من السياح أيضا من السوق أكثر الأسواق من أستراليا، وإن شاء الله خلال قبل نهاية العام القادم بنبدأ بعض اتفاقيات لبدء الترويج للسلطنة أكثر في أمريكا إن شاء الله. إجمالي الغرف لمختلف الفنادق بلغ أكثر من 15,000 غرفة فندقية، ولتعزيز هذا القطاع جاء توقيع مجموعة تماني العالمية للتنمية والاستثمار ومجموعة الجرواني على اتفاقية مع مجموعة دوسة الدولية للضيافة من أجل تولي الأخيرة إدارة وتشغيل فندق وأجنحة دوسة تماني بمشروع بالم مول مسقط في المعبيلة بمحافظة مسقط. راح يكون عدد الغرف تقريبا يتجاوز حوالي 150 غرفة، بالإضافة إلى 100 جناح أو ما يطلق عليه الشقق الفندقية. طبعا هذا جزء يعني من المشروع متكامل اللي هو المرافق، المركز التجاري مع الأكواريوم، مع القرية الثلجية، مع أيضا الخطط المستقبلية لتطوير المشروع إلى يكون لأبعاد أكبر من هذا. وتسعى الحكومة إلى تعزيز الزخم السياحي من خلال تحسين البنية الأساسية ذات الصلة بالسياحة ضمن استراتيجية عامة تنتهجها السلطنة تهدف إلى التنوع الاقتصادي. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. وفي أخبارنا المحلية أيضا أعلن الطيران العماني أنه سيقوم بتعزيز عدد رحلاته بين مسقط وباريس خلال أو برحلة إضافية لتصبح 5 رحلات في الأسبوع، وتأتي زيادة تسيير المزيد من الرحلات بين مسقط وباريس نتيجة لتنامي الطلب على السفر من مطوى الأسواق الدولية حول العالم. ويعمل الناقل الوطني العماني في إطار برنامج توسعي وطموح ينتهجه على مستوى السنوات المقبلة، وذلك من خلال تدعيم أسطول الشركة ليصبح قوامه 57 طائرة بحلول العام 2018. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 44 دولارا و99 سنتا، وشهد سعر النفط العماني انخفاضا بلغ 65 سنتا عن سعر يوم الجمعة الذي بلغ 45 دولارا و64 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 56 دولارا و33 سنتا للبرميل. وفي أخبارنا أيضا، قالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع بلوغ متوسط الطلب على نفطها نحو 30 مليون و300 ألف برميل يوميا بحلول العام المقبل. وبالرغم من انخفاض نمو الطلب العالمي، إلا أن توقعات المنظمة لهذا الشهر أشارت إلى ارتفاع بلغ 190 ألف برميل في الشهر الماضي. كما ذكرت في تقاريرها أن هبوط الأسعار العالمية سيحد من الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة والمنافسين الآخرين. نهاية أخبارنا الاقتصادية، عودة للزملاء يعقوب ولزينة، فنتابع. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا علي. جمال الطبيعة وطابعها التقليدي يمتزجان في قرية قاب وادي بني غافر بولاية الرستاق، حيث يرسم أهالي القرية لوحة من الحفاظ على الموروث من خلال امتهانهم لحرفتي الغزل وصناعة النسيج الصوفي والقطني. التفاصيل في التقرير التالي. بين جبال وادي بني غافر بولاية الرستاق، تفاصيل تروي حكاية تأقلم الإنسان العماني
واعتداده بنفسه. من السبعينات نستعمل هذا الأشياء بالعجل والصوف والأدوات، هذا حطب مع حطب، بعدين هذا الصوف نأخذ من خروف. فها هي قرية يقا تكشف عن ارتباط سكانها بالموروث العماني التقليدي الأصيل. فتحت ظلال هذه الخيمة السعفية يقف سليمان ورفاقه في رحلة مع الزمن، يروي مفرداته هذا المغزل ناسجا خيوط العزيمة بأياد لا تعرف الكلل. هذه الصنعة ورثناها من أبائنا وأجدادنا من زمن أول، حتى نمارس فيه ولا نتركها كي نعلم أولادنا يشتغلوا هذا الشغلة. والحمد لله احنا ورثنا هذا العمل من أبائنا وأجدادنا، والحين ما تالكي لهذا العمل نشتغل فيه مستمرين. عن أولادنا يغزلوا كمعنا، يغزلوا وينبرصوا ويشتغلوا، ما نشتغل احنا نشتغله نعلمهم. المرأة في هذه القرية تعمل هي الأخرى أسوة بر، حيث الصناعات الحرفية كصناعة استخراج زيت الشوع والسعفيات وخياطة الكمة العمانية والصناعات الجلدية، تفاصيل ترويها المرأة العاملة في هذه القرية. نمارس يعني عن هذا الخياطة وعن هذا صنعة الجلد وصنعة زيت الشوع وأشياء ثانية، هذا المجامع مال السعفية. قرية اشتهر سكانها بحرفتي النسيج الصوفي والقطني، جماعيتهم سر نجاحهم، وحرصهم على أن تظل قريتهم عنوانا لهذه الحرف أساس أصالة هذه المنتجات، حيث المواد الخام المستخدمة من واشيهم التي تجلب لهم الخير. شغف التمسك بحرف الآباء والأجداد يتجلى في هذه القرية، حيث لغة عزف الأنامل على أوتار هذا المغزل وأدوات النسيج تلك، فبوركت كل هذه الأيادي الكادحة. من قرية يقا بوادي بني غافر بولاية الرستاق، عبد الله بن عامر الويهي، محافظة جنوب الباطنة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز وتحقيق معايير الأمن الغذائي تتصدر أعمال مؤتمر القيمة المحلية المضافة. الاتحاد الأوروبي يوافق على إعادة توطين 40,000 طالب لجوء على مدار عامين. لليوم الثاني على التوالي قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتتسبب في أضرار بمرافقه. نهاية النشرة، شكرا لكم، في أمان الله. إلى اللقاء.